المصرية عن هذا الانفجار. لازم نصور باش تنقل الناس. هكي ما ينفعش، هكي ما ينفعش. راهم زيد فيهم مغرم الناس. هكي ما ينفعش. هكي خلاص انفجروا من ساكتين، جا ساكتينو. ضحك انصار. من بعد نصور حوشين الناس. المسألة الرقابية. إذا نحن نحتاج الآن من المؤتمر الوطني ودعوة لأحدهم. وقال أنا لا أنكر تحملي للمسؤول. لا، أنا نقصد أنه هو ليس يطلب في وسائل الإعلام فقط، عليهم أن يطلبوها في المؤتمر الوطني. نعم. نحن نريد أيضا نريد قال نريد بأن قرار المسؤولين عن التواصل نريد قرار مع الغرفة قرار الأمنية المشتركة. نعم. هم محمد العماري وفر نعم الساسي. نعم. أنا ولم يطلبوا هذه يعني كانوا يعتقدون بأنها سيلت إليهم هذه الميزانية. أنا الذي حبيت أن أقوله أن يطلب في المؤتمر الوطني وأن يكون مباشر، أقل ما فيه نرى في المؤتمر الوطني من يصوت ضد وزير الداخلية ومن معه، يعني دماءنا تسيل، ولابد يكون هناك شخص مسؤول. المسؤولية المباشرة شؤون وزارة الداخلية. أنا سمعت مثلا النقيب رامي كعال عندما يتحدث أن المهام الموكلة إليهم كداخلية هو التحقيق، هو جمع الأدلة. هذا غير صحيح. الداخلية أو بما يسمى الأمن العام أو أمن الشارع
اللي هم يلبسوا في اللبس الشرطة. نعم. هؤلاء موكل لهم الحفاظ على الشارع، على الممتلكات الخاصة والعامة. هذا النقيب عليه أن يفهمها بين قوسين وأن يقراها اليوم بشكل كويس. هذه المسؤولية في الشارع هي مسؤولية أمن الأمن الوطني. نعم. هو مسؤول على حماية الممتلكات. وطالب أيضا السيد صالح جعودة باستقالة وزير الداخلية. وأنا أكرر كمواطن ليبي من موجود في بنغازي باستقالة وزير الداخلية. أنا مع السيد